تقول لك الناس اللي راكبه عربيات وبتاع واحنا غلابه ماشيين على رجلينا. على فكره انا اللي غلبانه في الوضع ده، يعني انا النهارده راكبه عربيه حتى لو بملايين وانت ظهرت لي في الضلمه اعلى طريق الدائري، انا اللي غلبانه، انا اللي غلبانه، وانا اللي هتحبس، وانا اللي هتبهدل، وانا اللي وانا اللي كل حاجه. هتقولي طب والراجل اللي ساب عيلته؟ يا جماعه يا جماعه، في ناس يعني زي ما احنا بناخد، والله انا نفسي نفسي يفعل هذا القانون، زي ما احنا بناخد مخالفات على مش رابطين الحزام وبنتكلم في التليفون والسرعه وكده، لازم زي بره ان يبقى في برضه مخالفه على اللي ماشي، برضه مخالفه على اللي ماشي. يعني بره مصر وبره اللي هي حاجات الوطن العربي، يعني في اوروبا وامريكا، فكره ان انت كواحد بتعدي مثلا والعربيه ماشيه ما بتستناش ان الاشاره تعمل، ممكن يجي لك واحد يقبض عليك، لان انت بتعرض نفسك وبتعرض الناس للخطر. طيب احنا لو ماشيين دلوقتي في فيصل او في شارع الهرم او في المطريه او في امبابه او في اي حته، احنا لو ماشيين في اي حته بذمتكم بذمتكم، وقولوا لي كلامي صح ولا لا، العربيات ما بتبقاش ماشيه والناس ماشيه وسطيهم عادي؟ الناس ماشيه وسطيهم عادي. ويا سلام لو انت ماشي في الطريق وضربت كلاكس مثلا عشان لقيت حد قدامك فمش عارف تفاديه، يبص لك قوي 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 ان انت ازاي يعني ازاي ماشي بالعربيه يا جماعه. هو اصلا يعني مش منطقي ان يحصل حادثه عربيه، لان المكان اللي ماشي فيه عربيات مش ماشي فيه ناس، في كباري مشاة، في الدولة عاملة كباري مشاة في كل حتة فاضية ما بيطلعهاش حد. يعني هنا على وصل الدهشور وعند مدينة الإنتاج والله العظيم تلاقي ناس كتير جدا جدا واقفة وماسكة أكياس مثلا في إيديها، طالعة من المدينة طالعة من الشغل، بتبقى هتخبط مليون حد وهو في كباري مشاة في كل حتة، لكن هو عشان مكسل يطلع ويمشي الناحية التانية يبقى يقف. مفيش رصيف في الطريق الدائري، والطريق الدائري انت ماشي على سرعة هاي واي يعني طريق، فانت مش متوقع اصلا ان يبقى فيه بشر، فانت لو لقيت حد قدامك يمينك وشمالك مش هتعرف تفاديه. هتقولي طيب كان واخد مخدرات، وتعاقب على المخدرات، تعاقب على المخدرات، بس ده ما ينفيش فكرة يا جماعة ان انتوا بقيتوا بتمشوا في اماكن كتير قوي مش المفروض تمشوا فيها. المحور، محور 26 يوليو، والله العظيم الناس بتعدي، والله العظيم الناس بتعدي، والله اني لما بركب العربية اقول يا رب ما اخبط حد، يا رب ما اخبط حد، لان انتوا بتعدوا الطرق اللي هي المحور والدائري والكباري وكده عادي عادي، مش بفهم ازاي وناس بس ماسكه عيال كتير ومش عارفه ايه، ببقى والله العظيم مش فاهمه. حتى لو مشينا على السرعه المقرره برضه هتخبط حد. شوف كام واحد خبط حد في الفتره اللي فاتت، ناس معروفه كتير، واكيد كل يوم في ناس بتتخبط بالعربيات، لان السلوك العام ان ما بقاش في ضوابط، ان في حاجات ما ينفعش نمشي فيها على رجلينا وسط البلد. في رصيف الناس كلها نازله تحت الرصيف، وكأن اللي هو مثلا عايز ياخد مواصلات ده لو نزل تحت الرصيف هياخدها اسرع. عايز توقف تاكسي مثلا يوقف وسط الشارع، والله العظيم وسط الشارع بيفضل يعمل كده ويشاور وبتاع، اطلع رصيف. انت واقف وسط الشارع ليه؟ وبعدين لما تتخبط تبدأ يفضل يقول وساب اربع عيال وساب مش عارفه ايه وساب ايه. طب والناس برضه اللي ماشيه في عربيات بتعمل ايه؟ انا مش من وظيفتي ان انا اقعد افادي الناس في الشارع، في ضوابط، في اشاره دوله حطها بتعمل احمر فاحنا بنقف فالناس بعد كده تعدي. في طرق زي الدائري زي المحور زي ممنوع عليها بشر وممنوع عليها عربيات نقل، لا في ناس بتعدي الطريق الدائري.